مشاهدينا الكرام، وبشأن سد النهضة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تقاتل بالتفاوض من أجل الحفاظ على حقوقها في مياه النيل، مشيرا إلى أن ما وصفه بطول البال والصبر والثبات هو وقود مصر في ملف سد النهضة. يتبقى سد النهضة اللي هو القضية اللي كل المصريين أكيد طبعا الأمين منها، وده قلق يعني مستحق، لكن احنا بنتحرك برضو دائما في إطار ان احنا التفاوض، والتفاوض ده عملية يعني لا تقل مش دقة، احنا بنقاتل بالتفاوض عشان ناخد ونحافظ على حقوق مصر في هذا الموضوع، ومش هقول الأمور ماشية أو مش ماشية، لكن هقول ده المسار اللي احنا متحركين فيه. لكن في كلام كتير قوي، ومش زي ما قلت لك مش عايز اخد منك اكتر من كده، لكن احنا مثلا تبطيل الترع اللي بنعمله انا القضايا ايه، هو انا جيت حلقت كل الموضوع على ان انا التفاوض فقط، ولا كمان اعمل اجراءات ممكن اعملها في مصر لتقليل حجم بالظبط الميه اللي ما بتستخدمش. حديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق. أهلا بك معنا سيادة السفير. دعني أسألك، فكرة الاستراتيجية التي تحدث عنها بالأمس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو حتى لم يتحدث عنها، هو قال إن مصر بتتفاوض من خلال الصبر وطولة البال، هل هناك في العلوم السياسية والاستراتيجية وفن التفاوض مسألة أن فقط الصبر وطولة البال هذه الأدوات هي فقط التي تستخدمها مصر في التعامل مع ملف بخطورة سد النهضة سيادة السفير؟ لا، هو أعتقد أنه المقصود هو أن مصر ملتزمة بالمفاوضات كالأسلوب الأمثل، وأكاد أقول الأسلوب الأوحد المتاح من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة وتشغيله، والتفاهم على آلية لتسوية الخلافات إذا نشبت في المستقبل بين الأطراف الثلاثة. هنا المفاوضات مستمرة حضرتك من قبل مارس 2015، ومصر في كل مناسبة بتؤكد حرصها على اتباع نهج التفاوض، بالرغم من ان في كلام بيقال من هنا وهناك انه في بعض الاطراف في هذه المفاوضات الثلاثية تتطلع الى فرض الامر الواقع على الاطراف الاخرى في المفاوضات، لكن انا اعتقد ان الاشارة هنا إن مصر ملتزمة بالتفاوض وهتستمر في التفاوض، حتى إذا التفاوض دوت حضرتك يعني إحنا بنتكلم على إعلان المبادئ في الخرطوم، في قمة الخرطومة الثلاثية في مارس 2015، يعني إحنا حضرتك بنتكلم على 5 سنين ونص. فالسيد الرئيس في تقدير يعني كان هي دي الفكرة اللي كان بيشير إليها، إن إحنا بالرغم طول فترة التفاوض لكن المفاوض المصري حيثابر حتى يتم التوصل. طيب يا سيادة السفير، عفوا يا سيادة السفير، واحنا يعني انا فقط فعلا اريد ان افهم، انا على حد علمي ان التفاوض هو وسيله وليس هدف في حد ذاته، فعندما يقول الرئيس او كما انت يعني فسرت كلامه ان ستظل عمليه التفاوض هي الخيار الوحيد لدى مصر في هذه في مساله ملف سد النهضه، في الجانب الاخر اثيوبيا لا تريد اكثر من الوقت وهي تشتري يوميا وتكسبه يوميا، طيب هل يوجد بدائل غير التفاوض لدى مصر حتى تستطيع انتزاع حقوقها او ما تقول عنها انها حقوق سياده السفير، ام يعني ستفاوض الى ما لا نهايه؟ يعني احنا امامنا اثيوبيا بدات الملء الاول في الصيف الماضي، الملء الثاني في يوليو القادم صيف عام 2021، احنا في فبراير في رئاسه جديده للاتحاد الافريقي كونغو الديمقراطيه، مصر استقبلت رئيس الكونغو الديمقراطيه الاسبوع الماضي وطرحت عليه رؤيتها بالنسبة لهذا الملف، ونحن أمامنا 5 أشهر في ظل رئاسة جديدة للاتحاد الأفريقي،
ونأمل أنه بحلول قبل حلول شهر يوليو 2021 نكون قد توصلنا إلى اتفاق. هنا أحب أقول أن التفاوض أدى إلى الاتفاق حول 90% من المسائل الخلافية ذات طبيعة فنية. يعني إحنا برضو أحب أوضح ده للسادة المشاهدين بعد إذن حضرتك. فضل. إن إحنا مش لازم نصور الأمور إن المفاوضات حتى الآن لم تؤدي إلى نتائج. لا، المفاوضات أدت إلى نتائج ويقدرها الخبراء بالاتفاق على 90% من المسائل الخلافية منذ بدء المفاوضات. فده معناه إن المفاوضات مجدية، إن المفاوضات جادة، إن المفاوضات مثمرة، ولا يتبقى إلا 10% وأحب اللي هم قواعد الملء الثاني، قواعد تشغيل السد مستقبلا، الاتفاق يبقى عنده جانب قانوني، إلزامية قانونية، والاتفاق على آلية لتسوية أي خلافات تنشأ في المستقبل، ثم كيف يتم التعامل مع فترات الجفاف الممتد، أي أن هي تمتد مثلا لمدة 3 سنوات 4 سنوات إلى 7 سنوات كما رأينا في الثمانينات من القرن الماضي، والسد العالي بحيرة ناصر أنقذتنا. فأنا تصوري تفسيري أنا، طبعا حضرتك يعني السيد الرئيس امبارح اتكلم في مناسبتين عن سد النهضة. المناسبة الأولى في البرنامج التلفزيوني اللي حضرتك أشرت إليه وهو موضوع حديثنا، لكن الأهم من هذا الفقرات اللي خصصها السيد الرئيس في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي فيديو كونفرنس عن سد النهضة، وأعتقد أنه هي ما ذكره السيد الرئيس أمام القمة الأفريقية 34 هي الموقف الرسمي للدولة المصرية. سيد سفير، احنا انا طبعا شاكر لإشارة حضرتك لهذه النقطة، واشير ايضا ان احنا عرضنا كلمة الرئيس السيسي بالامس في قمة الاتحاد الافريقي كاملة على الجزيرة مباشر، لكن انا لضيق الوقت بشكرك سيد سفير على هذه المشاركة. سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية المصري سابقا كنت معي عبر الهاتف من القاهرة، وعودة للدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسية. موقف مصر بشكل عام أو الاستراتيجية المصرية فيما يخص التعامل مع ملف سد النهضة، أنت كيف تقيمها دكتور عصام؟ لا هو بس يعني طبعا في كل مرة من المرات عندما يتدخل سيادة السفير لا تكون هناك فرصة للتعقيب على ما يقول. ولكن هو سيادة السفير يطلب أن تكون المداخلة كاملة له ثم ينصرف، هذا هو الطلب. أنا أعلم ذلك ولكن هناك أمور يجب التأكيد عليها. عندما يقول سيادة السفير أن 90% تم حسمها من القضايا الخلافية، ثم يأتي في نهاية المحادثة أو المداخلة ويقول أنه لم يتم الاتفاق على قواعد الملء، ولم يتم الاتفاق على قواعد التشغيل، ولم يتم الاتفاق على الإلزام القانوني في الملفات المستقبلية، ولم يتم الاتفاق على آلية لحل الخلافات المستقبلية، ولم يتم الاتفاق على فترات الجفاف، ولم يتم الاتفاق على ماذا تم الاتفاق؟ وإلى وكيف وصلت النسبة إلى 90%؟ عندما يتم الحديث والتأكيد على أن التفاوض خيار استراتيجي، دائما ما أتذكر المأساة الملهاة، السلام خيار استراتيجي الذي تصدرته الدول العربية مع الكيان الصهيوني منذ 1992 وحتى اليوم، والمحصلة صفرية. عندما نتحدث عن كارثة حقيقية، إثيوبيا لن تلتزم بأي مخرجات لأي عملية تفاوضية فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل، هذا يجب أن يكون واضحا للجميع، لن تلتزم. والحديث على أن التغير في رئاسة الاتحاد الأفريقي يمكن أن يكون إيجابيا لصالح الدولة المصرية نوع من العبثية السياسية، لأن رئاسة الدولة ألقى الاتحاد الأفريقي في ظل وجود جنوب أفريقيا العام الماضي. جنوب أفريقيا كانت أقرب في سياساتها وتوجهاتها للدولة في مصر. أنت تتحدث الآن عن الكونغو الديمقراطي، كيف يمكن أن تؤسس دولة بحجم الكونغو الديمقراطي في مسيرة دولة أو في سياسة دولة بحجم إثيوبيا في هذا الملف شديد الأهمية وشديد الحساسية؟ الأمر هنا لا يرتبط بخلل فقط في التفاوض، ولكن الأمانة وبمنتهى الوضوح الأمر يرتبط بجريمة حقيقية تم ارتكابها في حق الدولة المصرية. عندما يتم الحديث الآن على أن هناك تفاوض مستمر
كيف تتفاوض بعد توقيع اتفاق اعلان مبادئ؟ هذه ابجريات يا استاذ احمد. كيف تتفاوض بعد توقيع اتفاق اعلان مبادئ؟ اتفاق تم توقيعه من 2015 مارس 2015 كما اشار سياده السفير. طيب بعد تم توقيع الاتفاق اعلان المبادئ انت تتفاوض وتتفاوض وتقول في كل مناسبه، حتى عندما يخرج وزير الري او وزير الكهرباء او وزير الطاقه او وزير الموارد المائيه ويتحدث على ان هناك هذه الكلمه بهذه النسبه ذكرت عشرات المرات على لسان مسؤولين مصريين انه تم حسم 90% من القضايا الخلافيه. طيب وللحقيقه يا دكتور وحتى على ألسنة بعض المسؤولين السودانيين، يعني هناك إشكالية بالفعل حقيقية. الأسوأ من ذلك إذا لم يتم حسم هذه القضايا المركزية، إثيوبيا بدأت في تنفيذ مشروعات أخرى بسدود جديد. هناك ندوة نظمت وتم ووصلتني مخرجاتها، نظمت أمس في الكيان الصهيوني حول الدور الإسرائيلي والعلاقات الإسرائيلية الإثيوبية وتأثيرها على مسار قضية المياه، يتحدثون فيما هو أبعد من ذلك، يتحدثون عن دور إسرائيل في ملف تحلية المياه، وأن إسرائيل يمكن أن تشارك في تحلية 6 مليار متر مكعب في مصر بتكلفة تقديرها 70 مليار دولار. يعني الأمور أسبق بعشرات المراحل مما يفكر فيه نظام يعتبر المتفاوض خيار استراتيجي. نعم، دكتور صام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية كنت معي عبر الإنترنت من إسطنبول.